هكذا هي الأماكن، تترك من خلفها أناساً يعيشون قصصاً وذكريات ليكونوا شواهد على أبسط التفاصيل لهذا المكان، ينمو مع نموه ويواكب كل مراحله وتطوره. أسواق الإمارات التقليدية هي إحدى الأماكن التي تعد جزءاً من ذاكرة المكان وسكانه، هي الرحلة التي سنلتقي فيها مع أهل الأصالة والحضارة، نعيشها ونمشي بين أزقتها ومحلاتها، وسنحكي قصة السوق التي لم تحكى بعد. سنمضي في هذا المكان العصري الحديث الملم بالحضارة والثقافة والأصالة، مركز التجاري العالمي في أبوظبي، قصة مضت عليها 45 عام. حياكم الله مشاهدينا في برنامجكم أسواقنا. والحلو في هذا السوق بحلته الجديدة مزج ما بين الحداثة والأصالة، وتجسد هذا بالفن المعماري له اللي تزين بنقوش وتصاميم عربية كلاسيكية إلى جانب التصميم الحديث. ويعتبر اليوم هذا السوق واللي يضم أكثر من 150 متجر متنوع على امتداد 3 طوابق مقصد للكثير من العوائل والسياح اللي يرغبون بتجربة تسوق فريدة من نوعها. في كل زاوية من زوايا السوق هناك مشاعر نلتمسها تجمل هذا المكان وتجعل منه وجهة مفضلة للكثيرين. هذه المشاعر تسمى بروح المكان، الروح اللي تتسم بالألفة والتعايش والمحبة. هذه الروح اللي نعيشها هني في دولة الإمارات الحبيبة، وانعكست على الزوار من خلال اقتنائهم للتحف من تراث الإمارات ولو كان بالشيء البسيط. أدري إنكم بتستغربون وين المكان اللي أنا فيه، نحن بعدنا في المركز التجاري العالمي في أبوظبي، ولكن هذه زاوية من زوايا الذكرى الجميلة في المركز التجاري. السياح الزوار كلهم يكون لهم نصيب من هذا المحل ويأخذون صور تذكارية، وحبيت أن يكون لي صورة تذكارية موجودة هني. Thank you. It's very nice. Thank you so much. دائما الصور تبقى أجمل ذكرى لنا في كل مكان. أكثر الهدايا اللي تكون قريبة على قلبي هي الهدايا اللي تكون بسيطة ولكنها محفورة برمز من الإبداع وسر المهنة. مساك الله بالخير عمي. اهلا وسهلا عمي. كيف حالك؟ الله يخليك. طيب ان شاء الله. شاء الله. انت ما شاء الله عليك ترسم نوع من الابداع والتركيز والجمال. الله يسلمك. شو اخبارك؟ الله يخليك. طيب ان شاء الله فيك. انا عجزت افهم هذا النوع من الرسم. ايه. فهمني اياه بشكل سريع. هذا اسمه طبعا رسم بالرمال. بالرمال ولا طبعا المواد محقان نسميه، وهذا بنسميه طبعا السلك، بتم بهذا الشكل طبعا. هلا بفرجك شلون. بس حركات صعبه لمن يعني تبرزون هذه كل هذه التفاصيل. هذا هي صعبه شوي طبعا، بدايه صعبه لكن بعدين بتصير سهله هي. لازم اللي يسويها يكون ساكن صح؟ لا لا عادي. يركز لا, 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 لا 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 عادي عادي بالعكس. يعني عادي اسولف معك؟ لا عادي عادي سولفي. كيف تشوف السوق عمي وكم سنه صار لك فيه؟ انا من بدايه السوق تقريبا من 2010. اها. وانت موجود هنا؟ وانا موجود هنا. عمي كثر لي من اللون الازرق، انا احب الازرق. انا بحط لك ازرق ابشري. ايوه الله يبشرك بكل خير يا رب. جميل ان شاء الله. هلا احنا خلصنا لك هذه، عملنا لك هاي. يا سلام. اسمهان. تسلم ايدي. وهذه اسواقنا، برنامج اسواقنا. تسلم تسلم يا عمي ما قصرت. طيب كيف انت الحين ما اعطيتني مجال اراويك ابداعي؟ طيب استني شوي. ها. انا بعطيك واحده ثانيه. يلا. هذه خليها لك. يلا اشتغل اللي بدك اياه. بسم الله. عمي مو تضحك علي تعطيني واحده خربانه. لا شو تضحك عليكي؟
خلاص خلاص الأسلوب الكلاسيكي العصري لهذا السوق يفتح للجمهور والزوار فرصة للتعرف على الأفق الجميلة لإمارتنا الحبيبة إمارة دبي، الإمارة اللي تجمع ما بين التراث والحداثة والأصالة. يعتبر سوق البحار ملاذ للكثير من الزوار للتجديد الروحي والجسدي بعيد عن أجواء المول الصاخبة، ولكل وقت من أوقات السوق ميزته وناسه، ولكل منهم طبايعه المختلفة. بعضهم يحب التسوق بمحلات الأنتيكة العربية، وبعضهم يفضلون يشربون قهوتهم المفضلة في أجواء السوق الهادية. من سوق قرية البري في أبوظبي بنسافر معاكم عبر آلة الزمن اللي راح تأخذنا في رحلة من عبق الأصالة والتراث الإماراتي إلى أجواء مدينة البندقية الجميلة، أجواء سياحية مليئة بمتعة التسوق والترفيه. في هذا السوق واللي هو جزء من منتجع البري الراقي، الممرات المائية المتفرعة في كل أرجاء المنتجع، واللي ما يقتصر دورها على المنظر والتصميم الجميل للمكان، بل تعتبر هذه الممرات وسيلة للتنقل من مكان لآخر في المنتجع عبر القوارب اللي تاخذنا من الجو التراثي التقليدي للسوق إلى مدينة البندقية الساحرة والمشهورة بمشهد القوارب، وهي تنساب في الممرات المائية للمدينة. طبعاً كل يعرف سارة أنك مصممة أزياء، بديت هنا ما شاء الله في الإمارات، وصلت سمعتك وسيرتك وتصاميمك الجميلة إلى مختلف دول الخليج والدول العربية. هذا التعامل، هذه المحافظة على التراث، العادات، الموروث، الأزياء الخليجية، كيف الواحد في هذا الوقت وفي هذا العصر يقدر يحافظ عليها؟ شوفي، نحن ككوننا مصممات أزياء، طبعاً ككوني أنا بتكلم عن نفسي، أنا أعتبر بنت الخليج وبنت البلاد، فلازم أحافظ على هذا التراث. هذا التراث نحن ربينا عليه، فما نقدر نستغنى عنه، فنحن نحاول أن نواكب الموضة، نحبب البنات والجيل اللي جاي أنهم يعني ما ينسون التراث، لأن التراث يعتبر شيء جدا أساسي في العالم بشكل عام. أكيد البعض منكم راح يتساءل عن سبب تسمية سوق العرصة بهذا الاسم. أنا بخبركم، العرصة باللغة معناها البراحة الواسعة ما بين المباني، وهذا المكان بالتحديد واللي هو مقابل بيت النابودة كان المكان اللي يتجمعون فيه التجار وجمالهم المحملة بالبضائع، ولهذا السبب سموا هذا المكان بسوق العرصة.
تصدقون أن هذا السوق كان شاهد على صدور أول صحيفة في الإمارات، صحيفة صوت العصفور اللي أصدرها الأديب إبراهيم المدفع، واللي كان دايماً يعلقها بنفسه في السوق. يعني من السنين وبنين كان هذا المكان مركز للقاءات والسوالف ونشر الأخبار، واليوم نحن من نفس المكان. كان لنا لقاء مع المصممة والرسامة المتميزة شيخة الغيثي اللي راح ناخذها في جولة وندردش معاها ونسمع منها آخر الأخبار. شو هالدعوة الحلوة في المكان؟ كنت توني يا أقول لك فعلا المكان، وأنتوا طبعا ما في شيء يرد. أحس إن حبيبتي هذا من طيب أصلك، ولكن أحس أول ما قلت لك إن سوق العرصة كذي تسألتي استغربتي ولا لا؟ على طول قلت هذا هو المكان العدل اللي نزوره. أيوة طبعا أكيد، من أحلى الأماكن اللي في الشارجة للأمان، أجملها وأقدمها وأحلاها صراحة. طبعا إحنا بنسولف معاك، ولكن شو رأيك ناخذ جولة بالمحلات ونبتدي المحل وعقب بنجلس نسولف ها؟ أكيد ناخذ أخبارك وعلومك. بما أنك من أهالي الشارجة بالتأكيد سوق العرصة مكان له مخزون من الذكريات الخاصة فيك والمرتبطة في السوق، خبرينا أكثر عنها. طبعاً حبيبتي اسمها مثل ما قلتي له مخزون من الذكريات عند معظم، خلينا نقول أغلبية أهل الشارجة. إحنا كانت زياراتنا في سوق اللي سوق العرصة يعني زيارات، كيف أقول لك، لأنه كان يحتوي على كل الأشياء التراثية الجميلة اللي إحنا يعني نحاول إن إحنا نلقى فيها عبق الماضي خلال مثلا دراستنا الجامعية، خلال مثلا مناسباتنا التراثية. يعني نقدر نقول إن سوق العرصة مصدر الهام لك؟ طبعا اكيد سوق العرصة، الاماكن التراثية، خاصة ان الحمد لله رب العالمين تم تطويرها وتم صيانتها والحفاظ عليها بشكل حفظ هويتها. ما تمشيوش شوية احنا راجعين. من 30 سنة تم إنشاء سوق مدينة أبوظبي التجاري اللي يتميز بموقعه الجغرافي في قلب مدينة أبوظبي، وتبلغ مساحة هذا السوق 8000 قدم، وتم بناءه بتصميم معماري يجمع بين الحداثة والتراث بقبابه الثلاث اللي تزين سطحه. وتحت إحدى هذه القباب يوجد سوق الذهب اللي يضم أكثر من 70 محل. يعتبر سوق الذهب عالم مليء بالثقافة والفنون، وخاصة فنون الزينة اللي تختص بصناعة المجوهرات. يعني هذا المكان هو المكان الأنسب لإلهام كل اللي عندهم شغف في تصميم أنواع المجوهرات المختلفة. ونحن على موعد مع شابات متميزات اقتحموا مجال عالم تصميم المجوهرات وأبدعوا في تصميم مجموعات مختلفة تحت اسم ماس للمجوهرات، المصممة ومدونة الموضة فاطمة حسام والمصممة نورة السراج اللي خبرونا عن سر إبداعهم وتميزهم. فاطمة إذا بنحطك الحين في اختبار يعني تخيلي عاد كوني جاهزة، اختاري أي فيس من القطع اللي موجودة هني، ومثلا عطينا كيف التنسيق العام للإطلالة الكاملة اللي تناسب البنت اللي خلنا نقول رايحة افترنوتي
يعني زيمة كذي مع ربيعاتها واختلاسة. أنا أحس اللي عيبتني هي هاي لأن قصتها غريبة بسيطة لكن تطلع الحجر، فأحس لو لبستها بشي بسلسلة طويلة وعلى لبس طبعا مثل ما قلت شو تميلين لون العباية أو القطعة؟ أنا دوم ألواني فاتحة، بيج أبيض رمادي فاتح، فأحس هالألوان أحبها وطلع كل شيء، كل شيء تلبسينه الشنطة المجوهرات الميك اب كل شيء يبرز فيهم، فأحس بختار هاي وبطول سلسلتها عشان تبين. يا سلام. من عاصمة الثقافة من إمارة الشارقة نحن اليوم في زيارة خاصة لأحد أبرز الأماكن والمعالم السياحية والثقافية في الإمارة، السوق المركزي العريق. هذا السوق اللي طبع الذكريات منذ الصغر وطبع أيضاً على ورقة الخمس دراهم الإماراتية، ذكريات وصولات وجولات راح نشارككم فيها في برنامجكم أسواقنا. حياكم الله. تم بناء السوق المركزي في إمارة الشارقة عام 1976 قبل أكثر من 35 سنة، ويتكون هذا السوق من جناحين أساسيين وتم تقسيمه لطابقين يتصلون ببعضهم البعض بجسرين ممتدين ولكل جناح إطلالته الخاصة. في سجل التميز الخاص بالسوق المركزي، أتصدقون أن صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية وصفت السوق بأجمل وأروع الأشكال المعمارية في منطقة الشرق الأوسط من بعد المسجد الأموي بدمشق. ومثل ما تعرفون إمارة الشارقة تتألق بالمباني ذات الطابع المعماري الإسلامي العربي، واللي لفتت نظر الإعلام المحلي والعربي والعالمي. ومن الداخل يكتمل المشهد المعماري بممر طويل ومقوس موزعة على سقفه فوانيس جميلة تنعكس إضاءتها على جدار السوق اللي يتزين بالنقوش العربية الإسلامية. أما عن الأرضية فتتميز بنقوش جميلة تمتزج مع انعكاس زخارف النوافذ اللي تتخللها أشعة الشمس، ولهذه الزخارف بألوانها المختلفة ميزة تجعل منها إضافة جميلة للسوق المركزي العريق اللي سمي بسببها بالسوق الإسلامي والسوق الأزرق. في كل زاوية من زوايا السوق هناك تفاصيل جميلة ما تغفل عنها العين، وهناك تفاصيل أخرى تختص بالذكريات، فهذا المكان مليء بلحظات الطفولة الجميلة بحيث أنه كان ملتقى للأطفال والعائلات من كبير وصغير، وهو وجهة مثالية للتسوق يلبي كل احتياجات العائلة. وكأن شريط الذكريات مر علي بلحظة، بعدني أتذكر يوم كنا صغار وني هالمكان ونستمتع بفرحة العيد قبل العيد. كيف؟ أنا بقولكم، يوم كنا يهال مثلنا مثل كثير من العوائل كنا قبل العيد لازم نمر السوق المركزي ونستمتع بكل الأشياء اللي تنباع هني من ملابس، سجاد، عطور وساعات وألعاب، يعني تجهيزاتنا الكاملة لفرحة العيد تكون من السوق المركزي. طبعاً حريم الأول والكبار في السن كانوا دائماً تشوفونهم في الجزئية الثانية من السوق واللي يخص الذهب، لأن تعرفون الحريم قبل العيد يحبون يأخذون أطقم جديدة لفرحة العيد.
ذكريات ولحظات وسنين مرت على سوق المركزي، لكن ما شاء الله ما زال محافظ على رونقه وجماليته ومكانته لكثير من الزوار والسياح. الأسواق التقليدية القديمة هي منبع الأصالة والتراث واللحظات الجميلة، وهي حضن للكثير من السياح والزوار. فعلى الرغم من محلاتها وممراتها وسكيكها الضيقة، إلا أنها تفتح أبوابها لنا برحابة صدر لنعيش تجربة السوق الاستثنائية. تم بناء السوق الكبير من أكثر من 150 سنة، كان وما زال هذا السوق يشكل أهمية كبيرة للتجارة في دبي، وهذا بسبب علاقته المباشرة مع الميناء الممتد على السوق، واللي سهل عملية نقل البضائع والسلع إلى المنطقة. جولتنا في السوق مستمرة بين أقسامه المتنوعة، ولكنها ما بتكتمل إلا مع وجود عبد العزيز المرزوقي، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا اليوم في السوق الكبير في دبي، وأنت معروف عليك من خلال السوشيال ميديا تفاعلك وحبك وتولعك للأماكن التقليدية القديمة والسياحية بشكل عام. هل تشوف هذا المنظور واجب عليك كونك إماراتي أن أنت تعرض الهوية الإماراتية التراثية السياحية لمتابعينك من خلال السوشيال ميديا؟ ما في شك، اليوم هذا واجب على كل إنسان في السوشيال ميديا أو غير السوشيال ميديا، تسويق عن بلده طريقة مباشرة أو غير مباشرة. جميل. اليوم فضل من الله سبحانه وتعالى، أنا أخذت الجانب أول ما عرفت في السوشيال ميديا، عرفت أني أنا أقدم الأماكن السياحية، الأماكن التقليدية، الأماكن الجديدة اللي بتفتح، الأماكن اللي بعض الأماكن اللي الناس ما تعرفها أنا جالس أقدم لهم. عندنا زوار ما شاء الله يتابعونا من خارج دولة الإمارات، فطلعنا لهم هذه الأسواق الجميلة. وأمانة أختي اللي لاحظتها، نعم، المرغوب دائما والناس تحبه الأجواء الشعبية. أنت يعني كونك من مشاهير السوشيال ميديا، ولكن بعد الله أعطاك نعمة، فضل من الله. وإذا بتقول لي شو هي نعمة الإقناع، يعني أنت ياس تتكلم الحين وياس تقنعني أن هذا المكان أنا صح شفته، صح، وعرفه، صح، مكان سياحي ثقافي، صح، ذو طابع تراثي، ولكن أقنعتني أني أخذ جولة معك وأشوف هاي الجولة من منظورك. ضروري نقول بسم الله. نقول بسم الله، يلا بسم الله، هيا اقرأ. بين هالأماكن اللي دائماً إحنا نتابعها في السوشيال ميديا من خلال حسابك، نبغى إن أنت تصور لنا فيديو. اليوم عندنا إعلان. ها، المكان ولا البرنامج؟ نبي البرنامج إن شاء الله. نبتدي في إعلان. ناخذ يلا. يلا ناخذ إعلان. بس بشرط بنفس أسلوبك وبنفس كلماتك هاي السحرية. مهم جداً. حاضرين. وشيل. يلا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله متابعينا، أهلاً وسهلاً في برنامج أسواقنا من سوق دبي المميز، وبالتحديد مع أختنا المذيعة المتألقة اسمهان. اسمع، يقول لك خذ حبة والثاني
شيل الله يحفظك. اوكي شيل شيل هاي سالفه شيل 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 هذه سبحان الله كاركتر حبوها الناس. بالانجليزي يقول تيكت ماي فريند، احنا نقول بالعربي شيل شيل مع فيكس. لازم هاي الصفاره هاي ضروريه. مشاهد التعايش والتسامح في دولتنا متعددة ومتجددة ودائماً تنطبع في ذاكرتنا. ومن هذا المكان التراثي العريق تتناغم الديانات والمذاهب وتنسجم الثقافات بكل ود واحترام، لتبقى أسواقنا مرآة تعكس الحياة التقليدية بروح تراثية إماراتية أصيلة.